السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير وجمعتكم مباركة إن شاء الله. عاجل وهام: موقع أمريكي يؤكد أن لدى الحوثيين تخطيط متطور للغاية. وإلى التفاصيل. قال موقع أمريكي إن الهجوم اليمني على تل أبيب في 19 يوليو شكل مفاجأة لإسرائيل وكشف نقاط ضعف منظومتها الدفاعية المتطورة. وذكر موقع بيزنس إنسايدر أن الطائرة المسيرة سلكت مسارا غير متوقع في هذا الهجوم. ونقل التقرير عن فريدريكو بورساري الخبير الدفاعي في مركز تحليل السياسات الأوروبية قوله إن الهجوم أكد أن لدى الحوثيين تخطيطا متطورا للغاية لمهمة تعتمد على مهاجمة إسرائيل من الاتجاه الأقل توقعا، وهو البحر الأبيض المتوسط. مضيفا أن الحوثيين اختاروا بعناية مسار طيران الطائرة بدون ديار ونقاط التوجيه لجعلها تطير على ارتفاع منخفض نسبيا وعلى طول السواحل الأريترية والسودانية والمصرية لتقليل تعرضها لرادارات السفن الغربية وأصول الدفاع الجوي في البحر الأحمر. وذكر أن توقيت الهجوم ليس عارضا، حيث أن الليل يجعل من الصعب تحديد هوية الطائرة بدون طيار بدون وجود استشعار للضوء المنخفض والحرارة. وتابع بوروساري إن هذا يؤكد إن التكنولوجيا وحدها حتى بالنسبة لأحد أكثر أنظمة الدفاع الجوي تقدما في العالم لا تكفي لتوفير الحماية الفعالة، فالتكنولوجيا لا تعمل إلا مع التدريب الذي يتضمن عنصرا بشريا ماهرا والتكتيكات الفعالة. مشيرا إلى أن إسرائيل قد تحتاج أيضا إلى العمل بشكل أوثق مع شركاء مثل الأردن ومصر والسعودية للتحذير من المسارات الجوية المشبوهة. ووفق التقرير فإن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن يصبح اليمن مسرحا أكثر مركزية في الصراع الإقليمي الذي بدأ في أكتوبر على ضوء هجوم تل أبيب والانتقام من الحديدة. ونقل التقرير عن سيباستيان روبلين وهو صحافي عسكري متخصص في الطيران قوله إن الهجوم الحوثي الناجح في 19 يوليو يعكس نهجا أكثر دهاء لتجنب قفاز الدفاعات الجوية على طول البحر الأحمر من خلال توجيه الطائرة فوق أرتيريا والسودان، ومع ذلك فإن نجاحه لا يزال يعتمد على المفاجأة أيضا. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.